إخواني أخواتي، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد معنا، يعني جوابا على واحد المراسلة من عند واحد الأخ اللي ساكن هنا في بريطانيا. الحالة نتاعو صعبة شوية، هو إنسان يعني حراق هنا كما نقوله بالدارجة نتاعنا، ما عندوش الأوراق في بريطانيا، وكان على علاقة مع مرأة إنجليزية. العلاقة هذه مع المرأة الإنجليزية يعني النتيجة نتاعها كان هو حمل، يعني تزادت عنده طفلة صغيرة، والسيد ما عندوش الأوراق، يعني هذه حالة كما نقوله يرثى لها. المهم بغيت ندير فيديو باش نعطي بعض المعلومات أو التوضيحات اللي ماشي غير ليه هو فقط، بل هناك الكثير من الناس اللي هنا في بريطانيا عايشين يعني نفس الطريقة. بزاف نتاع الناس اللي عندهم الأطفال وللأسف الشديد ما عندهم أوراق أو إقامة في بريطانيا. إذا كان يهمك هذا الفيديو، المهم تبع معنا إن شاء الله الأخر، وغادي نتكلموا عليهم خطوة بخطوة. المهم رجعنا للموضوع هذا. الخطوة الأولى اللي غادي تبدأ بها أنك غادي تشوف محامي immigration solicitor، يعني محامي تاع الهجرة. كان هنا الكثير في لندن أو في برمنغهام أو مانشستر على حسب المدينة اللي ساكن فيها. غادي تدخل على جوجل وتايبين immigration solicitors وتحط المدينة اللي ساكن فيها، غادي يطلعوا لك الأرقام، وكلم واحد فيهم وحط معاه يعني موعد، خذ موعد appointment free consultation. تشوف واحد محامي يكون يعمل لك free consultation، يعني ما تخلص والو، عندك واحد نص ساعة ولا ساعة معاه، يعني appointment بدون فلوس. المحامي غادي يطلب منك بعض الاوراق اللي هي يعني من خلال تجربه مع واحد الاخ تونسي هنا في بريطانيا كالاتي. اول حاجه غادي تجيب شهاده ازدياد نتاع الطفل او الطفله اللي مولوده في بريطانيا. والشرط الاول، الطفل لازم يكون اقل من 18 سنه في عمره او عمرها. هذه اولا. باش تجيب شهاده الازدياد يلزم لك تمشي للمحكمه، يعني غادي تدير موعد مع المحكمه باش بما يسمى اثبات الابويه، يعني باش تبروفي بالدي ان اي تيست باللي الطفل والطفله او الطفله هذه يعني انت هو الاب ديالها، البيولوجيكال فادر. هذه وحده. ملي تثبت انك انت البيولوجيكال فادر غادي يعطيوك واحد الورقه نتاع المحكمه، تديها هذيك الورقه نتاع المحكمه للبلديه او ريجستري اوفيس فين يسجلوا يعني الازديادات او الوفيات او الزواجات كذلك. البيرث سيرتيفيكت هذه هي من ضمن الاوراق المطلوبه من طرف المحامي باش يقدم لك على الاقامه، او بما يسمى ب 5 year root parent visa، يعني الفيزا نتاع اقامه نتاع 5 سنوات كاب للطفل مولود يعني هنا في بريطانيا. والخمس سنين هذه عباره عن عامين ونصف واكستنشن او تمديد لعام ونصف ثاني، والمجموع هو 5 سنوات. من بعد كي تكمل 5 سنوات قانوني هنا في بريطانيا عندك الحق تدفع على إقامة دائمة بما يسمى ب indefinite leave to remain. الآن نتكلم على بقية الأوراق اللي مطلوبة باش تقدم على إقامة هنا في بريطانيا نتاع العامين ونصف يعني أو 30 شهر. أول حاجة كما قلنا بيرث سيرتيفيكت نتاع الطفل أو الطفلة. ثاني حاجة غادي لازم تدخل تتكلم بما يسمى social services اللي هما يعني social workers mediator أو وسيط بينك وبين الاكس نتاعك. هذه المرة هذه غادي يمشيو يجيبوا لها الورقة نتاع المحكمة اللي بعثوا لك فيها يعني الكورت اوردرز، الأوامر نتاع المحكمة، فوقاش يزور يعني الطفل ديالو، ولا يعني الأوقات اللي عطالو باش يزور الطفل ديالو أو الطفلة نتاعو، مثلا كل مرة في سبت أو سبت وأحد على حسب يعني الاتفاق اللي وقع بين الأم والأب والسوشيال سيرفيسز. كذلك قلنا شهادة الازدياد نتاع الطفل. ثانيا يعني البيولوجيكال فادر بروف باللي انت هو الاب. ثالثا غادي تجيب الباسبور ديالك ويكون فيه اكثر من 6 أشهر صلاحيه، هذه دائما مطلوبه. اذا كان اقل من 6 أشهر غادي تمشي للسفاره نتاعك هنا في لندن وتقدم على باسبور جديد. وكذلك عندك الحق تقدم، بما انك ليس لديك الحق ان تشتغل هنا في بريطانيا لان ما عندك اوراق، عندك الحق تقدم على ليجل ايد، مساعده قانونيه يعني يساعدوك هما يخلصوا عليك يعني التكاليف او المصاري نتاع المحكمه ونتاع القوانين اللي غادي تقدم بها على الاقامه اللي غادي نطرقوا لها الان، اللي هي كذلك لازم تخلص بما يسمى بالهيلث كير سيرتشارج.
هذه تخول لك انك تداوي في العامين ونصف هذه تداوي فيها ببلاش، يعني هي الثمن ديالها 624 باوند او 624 جنيه استرليني في العام. بما انك انت غادي يعطوك اوراق نتاع عامين ونصف، يعني العمليه غادي نديرو 624 جنيه استرليني مضروبه في 2.5 تعطيك الثمن اللي هو 1560 باوند. هذا حق، يعني هذا هو حق الفيزا هذه نتاع الخمس نتاع العامين ونصف عفوا. نعم. وكذلك اهم حاجه هي انك يكون عندك عنوان، يعني ساكن عند عائله ولا صديق ولا ساكن في على بيت، المهم يكون عندك عنوان بما يسمى بتننسي اجريمنت، يعني عقد السكن كذلك. وإلا حبيت يعني كاين مبلغ تخلصه، إلا حبيت الأوراق يجوك في نهار، يعني الجواب يطلع لك في نهار، تخلص زيادة 800 باوند أو 800 جنيه استرليني. كاين كذلك جواب على 5 أيام تخلص 500 جنيه استرليني بما يسمى برايورتي سيرفيس. نعم. لما يقول لك المحامي يعني الأوراق كاملة راهي على ما يرام حاضرة، أنت لازم تأخذها إن شاء الله تأخذها شخصيا على ليفربول، تروح على دار الهجرة اللي هو في ليفربول إيميغريشن أو الهوم أوفيس اللي هو المركز الرئيسي للهجرة هنا في بريطانيا، تعطيهم تسلم لهم الأوراق ويعطوك، يعني يقولوا لك خلاص إحنا غنجاوبوا عليك يعني خلال أسبوعين أو 3 أسابيع عن طريق سواء عن طريق المحامي أو تجيك يعني رسالة إلى البيت. لما تجيك الرسالة هذه فيها يا إما approved أو refused، يعني مقبول أو مرفوض. لو كانت مقبول إن شاء الله غادي يكون فيها موعد ثاني مع البوست أوفيس، تروح على البوست أوفيس إن شاء الله وتدير بما يسمى بالبيومتريكس اللي هي البصمات، ويأخذوا لك صورتين، يعني صورتين هناك وخلاص، ويقول لك روح يعني حنرد عليك خلال أسبوعين. خلال أسبوعين إن شاء الله يجيك بطاقة نتاع الإقامة للمحامي أو للبيت نتاعك كما حطيت نتاع في الملف. وكذلك تحط بعض الصور اللي تكون إن شاء الله التقطتها أنت والطفل أو الطفلة نتاعك خلال الزيارات نتاعك. وكذلك لأن الهوم أوفيس أو وزارة الهجرة يحبوا يعرفوا النية نتاعك، هل أنت يعني فقط يعني تبحث عن إقامة بأي ثمن، أو أنت صحيح يعني جينوين فادر، يعني مهتم بال او عنده الانترست للويلبيين والابرينجين نتاع التشايلد ديالو، يعني مهتم باش يطلع الطفل او الطفله نتاعو يعني في احلى ظروف ممكنه رغم يعني انتهاء العلاقه اللي كانت مع الام، فان الابن او الطفل يبقى طفلك للابد. المهم اخوتي هنا وصلنا لنهايه نتاع الفيديو. كاين عاود فيزات اخرين اللي عندها شي يعني تساؤلات يخلي لنا كومونتير، نديروا مجهود نتاعنا ان شاء الله نبحثوا ونجاوبوا عليكم ان شاء الله. المهم الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.